شو حبيبي؟ في نرجع شوية في حتة في الأول المفروض بغني ومرضاش يغني أول مقطع، خلينا نغنيها. ما رضي يغني هو؟ كان ما كانش عايز يبحي صوته. ضيفنا النجم العالمي ريو هذا صوتك هون شكري احلى من اللي بتعمله، جرب تقلبه صح من جد. والله المشكله الاغاني، والله العظيم بقولها لك ستريت اب، والله المشكله الاغاني. I swear to you it's not a matter of any, it's a matter of the choice of songs. يعني there's so much you can do with a song you're given. يعني في اغاني ما ينفعش مهما مهما لو سخطت نفسي قرد مش هينفع اغير فيها اكتر من كده. راحت منك. قد ايه بتضايق يعني وقت بحضر حالي وبتضايق وقت انت تعطيني انتقادات وهيك، بس بنفس الوقت كثير بتسلى. بتتسلى يا استاذ، بتحسني يا رحمه. بتسلى لانه انتقاداتك يعني مقصوده ومحلها، يعني مش مقصود، مش عم حدا عم يعتدي على حدا. ما عندي شيء، يعني لا بعرف زينه قبل ولا بعرف طاهره ولا بعرف بدريه ولا بعرف حدا. لا بالعكس خلص. يعني انتم بالنهايه انه انا ويش بعطي ضميري احكي لك ايه؟ انا قبل كنت ببكي بعرف، بس هلا اهم شيء تتحسن تتقنع. والله مش ببكي ما كرمال انت عم تنتقدني، ببكي لأ انا لانه انا فيني اعطي اكثر. مش هون المشكله رحمه المشكله انك تقتنعي بك، تغيري تحسني، ما بيسوى يضلوا تحسنيه. عم بصير نشاز. لا
شو جاي من فيتنام؟ شو بك؟ لا في الاربطه شو بهم؟ بيشوفوني شو بك؟ وين عم تضوجوا؟ مراكبتك؟ ايه؟ كان عم يبكي هلا بالاوضه مراكبتك موجوع؟ لفت رزقك كيف رفت؟ ممكن بدخل بعد سبور كان عندي مشكله انا هنا اصلا وركبتي فيها مشكله من قبل شو حاطط هلا؟ مش حاطط شيء ربطها؟ شو عطوك دواء؟ اعطونا دواء اثنين لين بكره او بعد بكره عشان يصير لين مغناطيسي بس تشينج قلت البت هلا رمضان اي معي خبر